عارفة إنها ساعتك، بس أعمل إيه؟ يا ما قلت لك خد بالك من نفسك، مش عشانك بس، عشان أنا كمان، أنا والعيال ملناش غيرك ولا لينا بعدك. أوعدك البيت ده يفضل مفتوح كأنك موجود بالظبط. أوعدك عيالك يتربوا زي ما كنت بتحلم بالظبط. هتوحشك لحد ما جابلك واترمي في حضنك واتلجاك. الله يرحمك يابا، مش قادر أصدق إن أبويا بقى يتجن عليها. الله يرحمه. اجمد يا ولدي، اجمد يا حبيبي، اللي جاي صعب ولازم تبقى جده. عايزك لما الدنيا تهدى تقعد مع زين وتظبط معاه ورثك وورث اخواتك. انا في ايه ولا في ايه يا ابني؟ مش وقته الكلام ده. انا وزين طول عمرنا واحد، واللي معايا معاه. قد ما احس ان ظهري انكسر بعد موته يما، على قد ما حاسس ان قلبي انفطر على فراقه، على قد ما انا فخور ان والدي صالح الجناوي. والله يما المفروض ما نحزنش، ما شفتيش اللي انا شفته في العزا يما. كنت حاسس ان ابو كل واحد في العزا يما. اللي جم العزا ناس ما كنتش احلى ما قابلها، مدير أمن أسيوط ومدير أمن سوهاج ومحافظ جنة. كنتش أعرف إن أبويا بالحجم ده يما. أبوك ما كانش كبير البيت ده بس، أبوك كان كبير كل بيت في البلد. السلام عليكم. مالكش عندنا سلام؟ معيش سلام ولا كلام. كل اللي عايزه منكم كلكم انكم تمشوا بجنون البيت ده. اللي مش هيمشي بجنونه ملوش مكان فيه. الكلام ده للكل. ورايا هدى. أنا اتعلمت في الجيش اللي ما اتعلمتوش من أبويا وأمي. كان سلاحك إيه يا عم غريب؟ كان سلاح الصاعقة. كان شعارنا التضحية والفداء والمجد. اتعلمت معنى الرجولة. بس قول لي أنت ليه اخترت يعني تدخل الحربية رغم إن أبوك الله يرحمه ما كانش موافق؟ والله عم غريب من حكاوى عم صالح عليه. على الجيش وإزاي هو اللي خلى شخصيتك قوية كده. وإزاي كان بينصر المظلوم. ويجيب له حقه. والله حاجات كتير يا عم غريب، بس انا زعلان اني مهم الارض وماشي. شوف يا منصور بيه، ربنا خلق ناس عشان تزرع الارض، وخلق ناس تاني عشان تحميها. بعدين ارضك ما تخافش عليها، انا متابع الانفار وكلهم بيحبوك. تقصيل يا عم غريب، كنت فاكرك هتهملنا بعد ما ابويا وعمي توفوا. اهملكوا كيف يا ولدي؟ أهم للعيلة اللي لحم كتافي من خيرها. عمك صالح الجناوي أنا مديون له بعمري. فتح لي بيته وخلص لي من الطار اللي كان عليا، وخدني من عيشة الجبل والمطاريد، وبقالي بيت وأسرة أعيش عشانها. توصل بالسلامة يا قائد. الله يسلمك يا راجل يا طيب. مش عاوز حاجة من مصر؟ سلم لي على مصر، وربنا يحميك أنت واللي زيك. توصل بالسلامة يا ولدي. ربنا يحفظك يا راجل يا طيب. مع سلامة الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أنا
أنا سابك براحتك تعمل اللي أنت عاوزه، بس كده كتير يا ولدي. مفيش حاجة هترجع عادي، ولا ما توعدنا نقوم إنك مش هتخلف من مرتك الجديدة. أنا نفسي في عيل يا مسعد. عيل ليه؟ ممكفكش أنا؟ مش يمكن العيل ده في مصلحتك يا عبيط؟ أخيصني ده وقت الشدة. أي حد قلبه ميت ما يقدرش يجي على اتنين إخوات. مفيش إخوات بتنفع، الفلوس بس هي اللي بتنفع، وانت عارف كده كويس. لو الاخوات بتنفع ما كانوش اخواتك زمان رموك وكلوا ورثك. انت ما نفعكش غير عقلك وقرشك. لا صح، هم عملوا معاك كده ليه؟ كانوا قادرين يا ولدي يعملوا كده، قادرين وكارهين. قادر بيعمل ما بداله، وانت القادر يا مسعد، انت الكبير يا ولدي. حطه تحت باطك واعمله سندك وعزوتك. قادر ما قادرش معيش اخوات، انا سند دراعي، وانت لو عايز حته عيل هات من امي. امك وانا ما بقتش قادر خلاص، كبرت. يعني انا مش هينفع ابقى ليه اخوات. تبتلو دراعي يا مسعد. العفو يابا، انا قلت افكرك باللي فات عشان تعمل حساب اللي جاي. بالاذن. بقى في حياتك يا منصور. حياتك الباقية. ربنا يصبركم. الله يخليك. طبعا دفعة واحدة وعنبر واحد، بس لحد دلوقتي معرفش انت منين. انا من جنة. وانت منين صح؟ من بورسعيد. اجدع ناس يا صاحبي. انت عارف انا نفسي اجي هنا جدا. في مكان عندكم كده اسمه دندرة. دندرة صح؟ ايوه. تعال انت بس ومالكش دعوة. خليك تزور دندرة، تصلي في جامع سيدي عبد الرحيم، وتزور دير مالي جيرس كمان. لا منصور انت لخبطت الزيارات على الاخر. ليه؟ احنا هنروح يا سيدي نصلي في دير ماري جرجس، وبعدين نبقى نروح نزور جامع سيدي عبد الرحيم. وماله؟ كلها صلاة يا صاحبي عادي. صعد يا صاحبي. وعد مستنيك. ماشي يا صاحبي. بقول لك ايه، دي فيروز؟ اه. والله فيك الخير. عارفة ميعاد خروجي وعارفة ان عربيتي عطلانة وجاية عشان توصليني. انا مش جاية لك الحقيقة، انا جاية لزين. اه حتى لو كنت جاية لي على فكرة كانش هينفع توصليني، انا صاحبتي قدامي. طب ممكن تروح لصاحبتك بقى؟ من هروح. البقاء لله يا زين. ما دام لوجه الله. عرفت كيف؟ زياد قال لي ما كانش هينفع ما اجيش اعزيك بنفسي. محدش يجيلك في حاجة وحشة. طب ممكن توصليني للمحطة؟ أكيد، تفضل. من الزمن الزمن والقاضي العرفي في البلد من بيت الجناوي، ومن يوم موت الحاج صالح الله يرحمه وأنت كبير بيت الجناوي يا ولدي. الله يخليك يا حاج سالم. هل في خدمة ممكن أقدمها للبلد؟ شوف يا ولدي، احنا خليناك القاضي العرفي للبلد، قاضي شرفي لحد ما تتم الـ30 وتكمل علامك. والله يا حاج عبد الحميد الكلام اللي بتقوله ده شرف عظيم ليا، ولكن حضراتكم عارفين اني لما اكمل علامي هبقى ضابط شرطه، ودي شغلانه واعره، وحكايه القاضي العرفي دي مسؤوليه كبيره. انت جده والدي الكبير يبقى الكبير يا ولدي. على بركة الله، على بركة الله حج سالم. Thank you.
تعيش بين البنين. خليك في صف الطيبين بين معالم سكتك.